مشاهدينا ومتابعينا مستمرين ومتواصلين معكم في تغطيتنا للمناورة التكريمية للكابتن مشاري النفيعي بمناسبة حفل زفافة. في هذه اللحظات سعدني وشرفني بأن أستضيف أحد المشاركين والمتواجدين والحاضرين في هذه المناورة، الكابتن سعدي المحياني مدرب أكاديمية المحياني. في البداية أرحب بك، أمس عليك، سعيد جدا بتواجدك، شاكر لك إتاحة الفرصة ويعطيك ألف عافية. وأنا أسعد ويعطيكم العافية على الحضور الجميل، وما يحتاج القناة موجودة في جميع التكريم أو البطولات رسمية وغير رسمية، وعساكم على القوة. في البداية سعدي خلينا نتحدث معك عن هذا اليوم، عن هذه الليلة، تكريم لاعب خدم أكاديمية المحياني في العديد من المشاركات والعديد من المحافل. اليوم على بعد شهر وأسبوع من الوصول إلى القفص الذهبي للحياة الزوجية، اليوم كيف كانت هذه الليلة وكيف كان تواجدكم وحضوركم فيها؟ الحمد لله ليلة جميلة طبعا، وسعيد أخوي مشاري، وإحنا أسعد صراحة بالشيء هذا، ونسعد كثير أنه بنضم الفريق أكاديمية عيسى المحياني، ويعني على قولهم اسمه فريق أكاديمية عيسى المحياني، فالخير عليه بمناسبة هذا الجواز، يعني مجرد ما وقع معنا في فريق، يعني على قولهم كان يعني فترة الجواز يعني قريبة جدا، ونقول له بارك الله عليكم وبارك عليك وجمع بينكم في خير. لا سعدا كثيرا متواجدك، شاكرين لك إتاحة الفرصة. كلمة أخيرة لمشاري النفيعي. نقول مشاري على قولهم هذا هو الطريق الصح، والحمد لله كملت نص دينك ورضي والدينك، وامشي على الطريق الصح وهذا أفضل شيء. وبرضه لا ننسى اسمه سلطان الغشمري يعتذر من الأخ والعريس اسمه مشاري على عدم حضوره.